شبه برضو ضربة الشمس على فكرة. ضربة الشمس هي أعنف أعنف بقى أعنف من الإنهاك الحراري. ضربة الشمس ده لازم بقى فيه تعرض مباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وده بيؤدي معايا أننا الجلد نفسه بيبتدي يحصل جفاف شديد في الجسم، في الجلد بتاعي، واحمرار، وده يبتدي يأثر معايا أن يعني عملية التعرق ما بتحصلش بطريقة كفء. عشان كده الحراره بتفضل موجوده في الجسم، يعني بالزبط. التعرق ده بيخليني ايه درجه الحراره بتاعت جسمي تنخفض شويه. لما العرق ده هو بيبتدي يتبخر بيبرد الجسم، فانا دلوقتي سبحان الله لما يكون الجلد محروق نتيجه تعرض لفترات طويله في الشمس يبتدي معايا مش عارف يقوم بوظيفته الطبيعيه اللي هي نظام التعرق. فضربه الشمس درجه حراره الجسم كمان بتبقى وصلت ل40، ودي بتبقى فيها خطورة كبيرة طبعاً. على بعض أعضاء الجسم والوظائف الحيوية بتاعته، ومن أهمها طبعا المخ. فعشان كده ضربة الشمس لازم يبقى على طول في نقل للمستشفى عشان يتاخد إجراءات قوية وسريعة علشان نلحق وظائف الجسم عشان ما يحصلش تلف تاني.